يا رانيا، ما انا عارف ان في القسط بتاع مدرسه ياسمين قرب، انا عارف. اعمل ايه طيب؟ حاضر حاضر. ومريالتين ليه؟ ما كفايه مريله واحده وتلبس المريله بتاع السنه اللي فاتت يا رانيا. ماشي. وايه؟ كراريس من الموسيلك؟ طب ليه كراريس من الموسيلك؟ طب ما ممكن دفتر واحد تقسمه على اربع مواد، ما انا ايام عملت كده وكلنا اتعلمنا كده يعني. حاضر يا رانيا، حاضر. مش عارف اجيب فلوس منين بس هتصرف. حاضر حاضر حاضر. ماشي، مع السلامة. مع السلامة. خير يا دولة؟ ايه محتاج فلوس؟ قول يا عم وما تتكسفش قول. انا لو محتاج فلوس هاخد منك انت يا رمزي، انت كلك على بعضك. لو بعتك ما تجيبش تمن استيكة ولا قلم رصاص من اللي ياسمين عايزاهم. العداد فين؟ خلصوني. عداد ايه يا عم؟ تداخل على تاكس فيه ايه؟ هتهزر؟ والله هعمل لك محضر تهرب من دفع الكهرباء. بالراحة علينا. طب يا عم تيجي تاخد لك قلمين، العداد موجود اهو، اتفضل اكشف عليه. يكشف عليه يا دولة؟ هو العداد حامل؟ بتاع 150 جنيه. 150 جنيه؟ حضرتك ما كشفتش عليه؟ ايه واخده بالاحساس يعني؟ احساس ايه؟ انت مش شايف كوم الزبالة اللي مرمي بره البازار؟ وايه علاقة الزبالة بالكهرباء حضرتك؟ لو واحد كهرباء هتقول له ايه؟ هقول له يح يح ايه؟ والنبي يا باشمهندس سكت حمادة ويشيل الشوربة من على بقه. أنا بقول لو كهربك، لو حد كهربك هتقول له ايه؟ هقول عليه ان هو انسان مستهتر يعني. مستهتر ايه يا باشمهندس؟ هو زوغ من المدرسه؟ طبعا هتقول عليه بني ادم زباله. يا سلام، انتوا ماشيينها كده دلوقتي يعني؟ هو كده من ساعه ما اكتشفوا الكهرباء والناس بقت تزبل مع بعض. بقول لك ايه، هتدفع الكهرباء ولا اقطع الميه؟ لا طب وحضرتك دلوقتي يعني ايه علاقه الميه بالكهرباء؟ يا غبي يا غبي يا غبي، ما مفهومه يا ابني. انت مش كل يوم عشان الحر اللي موجود ده بتروح ترش ميه قدام البازار؟ اه. طيب وانت بترش الميه مش اكيد ممكن تطرطش على حد ماشي؟ طبعا يا دول. اكيد ساعتها بقى بيقول لك يا بني ادم يا زباله، ساعتها تعرف ان ده بتاع الكهرباء. احبك انسان واعي ومثقف. حضرتك انا ما معيش فلوس ادفع دلوقتي، ممكن حضرتك تسيب لي الكعب يعني؟ كعب برضه؟ وانا كل ما اعدي على حد يقول لي كعب؟ مفيش حد اداني جنيه يعني امشي من غير كعوب؟ اتفضل يا سيدي ادي الكعب. ايه ده؟ اكيد الراجل ده اتكهرب قبل كده. اه يا دول انا هعمل ايه بس؟ الحمد لله دول اخدت الكعب يا عم وما دفعتش حاجه، بلفته. يلا ما انا كده كده الفلوس دي عليا هدفعها يعني هدفعها. طب انا عندي فكره دولا، بص احنا نبطل نرش ميه علشان نوفر في الكهرباء. ما انت يا عيني مش هتفهم، مش هتفهم، هم مصعبينها عليك زياده، ما انت غبي يعني. انا اعمل ايه؟ ادي 150 جنيه، غير كده بقى لسه رانيا ولسه كل اللي في البيت غير ياسمين، مصاريف مدرستها والاكل والشرب والكتب والكراري. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طب هتعمل ايه دولا؟ انا مش عارف، انا بقول لك اعمل ايه.